السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا اسمها عيسى من ASM Minds Team، والنهاردة ان شاء الله هنكلمكم عن ال Cardiovascular Disorders in Elderly. مبدئيا كده قبل ما نبدأ، حابة اشكر زميلتي يا ناس جمال على الباور بوينتس اللي اشتغلت عليها قبل كده، والباور بوينت ده والباور بوينتس اللي جاية ان شاء الله هتكون معايا فيها. تاني حاجة حابة اقول لكم ان المحاضرة دي يعني هي مش زي اللي في الكتاب خالص، فبالتالي لو انتوا قررتوا ان انتوا هتذاكروها من الكتاب هتتلخبطوا جدا، بس لو قررتوا ان انتوا هتذاكروها من الباوربوينت اظن كده هيكون احسن، وهتكون ان شاء الله اكتر من سهلة. فاتمنى يعني ان انتوا تصوروها قبل ما تسمعوني اصلا. اول حاجه هنتكلم عنها ان شاء الله هي ايه هو الايفكت اوف ايجينج على القلب. تمام، هو القلب بيتغير في الاولد ايج بسبب انه بيتراكم عليه حاجات. يعني ايه بيتراكم عليه حاجات؟ بيتراكم عليه حاجات زي بالظبط لما نسيب ريموت تلفزيون، نسيبه مثلا في بالحجاره بتاعته فتره طويله من غير ما مثلا يقرب منه مية ولا اي حاجة، فجأة نيجي نشغله نلاقيه بايظ. ده بيحصل بسبب ان هو اتراكم عليه حاجات وترسب عليه حاجات مع مرور الوقت، وبالتالي بيبوظ. فالقلب ده بالظبط هو زي الحجارة كده، هو الحجارة اللي مشغلانا، بالتالي مع مرور الوقت بالكوميوليتيف افكت بيبدأ يترسب عليه كولاجين، يترسب عليه ليبيد، يترسب عليه امايلويد بروتين، يترسب عليه كالسيوم وحاجات كتيرة. فالحاجات دي بتبوظ الفانكشنز بتاعت الهارت. تمام، فاحنا هنتكلم على الايفكت اوف ايجينج على الهارت من يعني نخليها يعني شويه كلاسيفايد عشان نقدر نفهمها اكتر. فهنتكلم من ناحيه الاتريوم، ومن ناحيه الفنتريكلز، ومن ناحيه الاي في نود، ومن ناحيه الاس اي نود، ومن ناحيه السيستوليك فانكشنز والدايستوليك فانكشنز، من ناحية الفالفز، ومن ناحية الكرونيريز. تمام، طيب نيجي اول حاجة على الاتريوم. ايه اللي هيحصل فيه؟ اللي هيحصل فيه هو عبارة عن ان الاس اي نود دي بيتراكم عليها برضو نفس الحاجات دي، فالاس اي نود بتتجنن. بتتجنن يعني ايه؟ يعني بدل ما كان بتطلع ضربات منتظمة في الدقيقة، لا بقت غير منتظمة، بقت بتطلع ضربات مش ريجوليتد، يعني اتجننت. فتلاقي الاتريوم عمال بيرعش كده. ليه؟ لان هو بيوصل له الكتريسيتي مش ريجوليتد، وبالتالي هنا هتلاقي ان هيحصل ما يسمى بالاتريال فايبريليشن. تمام، طيب فده هو الموست كومن تايب اوف اريثميا بتحصل في الاولد ايج اريثميا، لان الاريثميا هي اي عباره عن اي نبض مش منتظم بنسميه اريثميا. تمام، طيب بنسميها لون اتريال فايبريليشن، هو ده النوع بالاخص اللي بيحصل لان الهارت ما بيكونش فيه اي ديزيز تاني قبل كده، لكن فجاه تلاقي ان هو عنده اتريال فايبريليشن، فهو ما كانش فيه اندرلاين كوز او برايمري كوز سبب الاتريال فايبريليشن ده. تمام، لكن بنتوقع ان سببه الاميلايدوسيس والكوميونيتيف افكت. تمام، طيب نيجي على الفنتريكلز. الفنتريكلز برضو بسبب التراكمات اللي هتحصل فيه، اللي هيحصل ان هو هيفقد الالاستيسيتي بتاعته. الفنتريكل بدل ما كانت ماسل بتمط كده تروح وتيجي تعمل سيستولي دايستولي، لا هتلاقي ان هو متكتف. لما تتكتف العضلة بتاعت الفنتركل دي بنسميها restrictive cardiomyopathy. طيب يعني ايه متكتف؟ مش عارف يعمل سيستولي دايستولي، بالتالي ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الفنتركل ده هيفقد الفانكشن بتاعته، وبالتالي الهارت هيحصل له هارت فيلير، مش عارف يوصل الدم للأورجنز. تمام، نيجي بعد كده على الAV node. الAV node ايه اللي هيحصل فيها؟ يقولك الAV node برضو سبب الكوميونيتيف افكت، وبسبب ان هي قريبة من الايورتيك فالف، فالايورتيك فالف بيحصل فيه كالسيفيكيشن، والكالسيفيكيشن ده بيأثر على الايفي نود، والايفي نود دي لو تأثر عليها او ما اشتغلتش ده هيعمل هارت بلوك، يعني مفيش اي كهرباء في الهارت، هيبقى واقف كده. تمام، طيب تاني حاجة بالنسبة للاس اي نود. الاس اي نود هيحصل فيها برضو بسبب الكوميونيتيف افكت ديجنريشن للسيلز بتاعتها،
والدي جنريشن ده هيعمل ايه؟ هيخلي يعني السيلز بتاعتها تموت، وبالتالي يخليها برضو يعني تتجنن بنفس الطريقة، شوية تلاقي فيه تاكي كارديا وشوية تلاقي فيه برادي كارديا، بنسميها تاكي برادي كارديا، ودي بنسميها سيك ساينس سيندروم، يعني ساينس التعبانة. تمام؟ طيب العلاج الوحيد ان انا مش هقدر اعمل اي حاجة غير ان انا اشيلها كده اللي هي ساينس التعبانة دي، واحط مكانها بيس ميكر جديدة، ارتفيشل بيس ميكر تشتغل مكانها. طيب نيجي بعد كده على السيستوليك اند دايستوليك فانكشنز. ايه اللي هيحصل للسيستول؟ اللي هيحصل للسيستول هو عبارة عن ان الايورتا هيبقى فيه ستيفنس، والستيفنس اللي في لو حصل ستيفنس في الايورتا، طب ليه الستيفنس ده؟ برضو سبب الكوميونيتيف افكت والاثيروسكلروزز والكالسيفيكيشنز وكل الحاجات دي. تمام؟ طيب يبقى كده احنا هيحصل فيه ستيفنس، وده هيعمل ايه؟ انكريز في الافتر لود. يعني ايه انكريز في الافتر لود؟ يعني لو كان الليفت فنتريكل بيصب الدم في الايورتا بالشكل ده، تمام، هتلاقي ان الهارت الاورطة بقى ناشف، بقى بيرزست الدم اللي بيدخل فيه، فما بقاش يعني زي الاول ان هو لما اجي افضي فيه الدم يدخل الدم على طول، لا. فبالتالي ده بيخلي ان left ventricle ده يحصل له ايه؟ يحصل له ان هو زاد عليه الحمل، الحمل زاد عليه، وبالتالي يعني هيكون بالنسبة للليفت فنتريكل، عضلة الليفت فنتريكل دي كأنها بتشيل حديد او بتعمل حمل جامد عليها قوي، وده يخليها ان هي يحصل فيها هايبرتروفي، يبقى يحصل ليفت فنتريكولر هايبرتروفي. حاجة تانية، الستيفنس بتاع الايورتا بيعمل ان السيستوليك بلاد بريشر بيزيد والدايستوليك بلاد بريشر بيقل. طيب ده بيحصل ازاي؟ بيحصل عن طريق حاجة ان مثلا عندي هنا في السيستول لما الايورتك بال بيكون مفتوح، تمام، فلما يكون مفتوح بالشكل ده لما يحصل سيستول ويبدأ الفنتركل يضخ الدم، لما يجي يضخ الدم هيكون الايورتا ده يعني الالاستيسيتي فيه عالية، وعشان الالاستيسيتي فيه عالية بيخلي ان هو لما يجي يدخل فيه الدم يعمل ديستنشن، يبدأ يوسع، ولما يوسع الدم مش هيمشي على طول كده، الدم لو مشي على طول كده هيعمل ضغط عالي، لا، الدم هيترنح وهو ماشي، يعني مش هيمشي على طول، هيبدأ يخبط كده مش هيمشي على طول، وبالتالي هنا ان السيستوليك بلاد بريشر يعني مش هيكون في اعلى حاجة ليه. تمام؟ يعني ايه سيستوليك بلاد بريشر؟ يعني ضغط الدم في الايورتا وقت ايه؟ وقت السيستول. طيب ماذا عن ضغط الدم في الايورتا وقت الدايستول؟ وقت الدايستول بيحصل حاجة، بيحصل ان الايورتك فالف بيقفل، ولما يقفل بيحصل ريكويل للأورطة، فبالتالي الدم هيجي يمشي، هيمشي في خط مستقيم اكتر شوية، وبالتالي الدايستوليك بلاد بريشر يعني هيكون في اعلى حاجة ليه، هو مش هيكون اعلى من السيستوليك لكن هيكون في اعلى حاجة ليه كدايستوليك بلاد فلو. تاني حاجة بقى، ماذا لو حصل ستيفنس؟ لو حصل ستيفنس البلد وهو بينضخ بدل ما يمشي يترنح كده ويقلل الضغط، لا، ده هيمشي بضغط عالي جدا، يمشي كده بسرعة مرة واحدة، تمام، باستمرار مرة واحدة، فكمية دم رهيبة هتمشي في وقت السيستول، وبالتالي لما يجي يحصل ريكويل والدم يقل وقت الدايستول، يحصل ريكويل والفالف تقفل وقت الدايستول، هتلاقي ان الدم بيحصل له ايه؟ الدم يعني اغلب الدم مشي في وقت السيستول، وبالتالي في وقت الدايستول هتلاقي ان كميه الدم اللي هتمشي فيه قليله، وعشان كده الدايستوليك بلاد فلو هيقل.
طيب اخر حاجه بقى هنستنتجها ان مدام السيستوليك بلاد بريشر البالس بريشر هو سيستوليك بلاد بريشر ناقص الدايستوليك بلاد بريشر، والسيستوليك بلاد بريشر بيزيد والدايستوليك بلاد بريشر بيقل، يبقى البالس بريشر هيحصل فيه ايه؟ هيزيد طبعا. تمام، نيجي على الدايستوليك تشينجز. الدايستوليك تشينجز ايه اللي هيحصل ديورينج الدايستول؟ الفنتركل برضو هيحصل فيها ستيفنس بسبب الاسباب اللي قلنا عليها، وبالتالي ده هيخليها الديستنشن بتاعها قليل، فبالتالي لما تيجي تملى دم وقت الدايستول مش هتقدر تستوعب كمية دم كبيرة، لان هي حاجة ناشفة ومش عارفة ان هي تعمل ديستنشن عشان تستوعب كمية الدم اللي داخلة فيها، وبالتالي ده هيخلي ان الاند دايستوليك فوليوم او كمية الدم في اخر الدايستول جوه الفنتركل هتلاقي كميتها قليلة. تمام، فلما يبقى في مشكلة في ان الفنتركل يعبي وقت الدايستول دي بنسميها دايستوليك هارت فيلير، ودي هي الموست كومن تايب اوف هارت فيلير ان elderly. تمام، والهارت فيلير هنتكلم عنه بالتفصيل في كل حاجة تخصه في المحاضرة الجاية ان شاء الله. فبالتالي يعني هما مكتوب ان هي not diagnosed with ejection fraction ومش عارفة ايه كل الكلام ده، الكلام ده كله يعني هنفهمه اكتر في محاضرة الهارت فيلير. تمام، طيب ايه اللي بيحصل تاني؟ اللي بيحصل تاني ان الكورونريز بيحصل فيها ايه برضو؟ بتراكم عليها نفس الحاجات، بيحصل اثيروسكلروزز. طيب الكورونريز دي بتغذي ايه؟ بتغذي الهارت، ولو في حاجه بتغذي حاجه والحاجه دي انقطعت ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الحاجه دي هتموت، وبالتالي الهارت هيموت، هيحصل فيه ما يسمى بالمايوكارديال انفاركشن والانجينا، وهنتكلم عنهم بالتفصيل كمان شويه في نفس المحاضره دي. تمام، طيب ايه اللي هيحصل في الفالف؟ المايترال فالف والاورتيك فالف هيحصل فيهم ايه؟ هيتراكم عليهم نفس الحاجات بالظبط اللي اتراكمت على كل حاجه في الهارت، فهيحصل ثيكنينج وهيحصل ستيفننج ستيفنس فيها، فبالتالي ده هيؤدي الى ايه؟ يؤدي الى مايترال ستينوزس واورتيك ستينوزس، ودول احنا عارفين ان هما بيعملوا ايه؟ ميرمر. تمام، يبقى الموست كومن تايب اوف ميرمر اللي بيحصل في الاولد ايج كالسيفيك اورتيك ستينوسس. تمام، لان الاثيروسكلروسس والليبيدز والحاجات دي برضو بتؤدي احيانا ممكن تهيل باي ايه؟ تهيل باي كالسيفيكيشن. تمام، طيب ايه كمان ممكن يحصل؟ ممكن يحصل ان الهارت في الاولد ايج بيبدا يقل الريسبتورز بتاعته اللي هي البيتا ريسبتورز دي، السنسيتيفيتي بتاعها للسمباثاتيك بتبدا تقل. يبقى لو في مثلا هو عمل مجهود السمباثاتيك ده بيقدر يعمل، بيعمل ايه؟ بيروح على البيتا ريسبتور يقول لها زودي لي نبضات القلب، اعملي لي، خلي القلب يشتغل اكتر عشان احنا محتاجينه اكتر دلوقتي عشان الشخص ده بيعمل مجهود. تمام، طيب ماذا لو البيتا ريسبتور اصلا مطنشه السيمباثيتك ومش بتسمع، مش واخده بالها ان هو اصلا بيقول لها حاجه؟ طيب ايه اللي هيحصل؟ ان مش هيحصل كومبنسيشن وقت الاكسرسايز او وقت المجهود او وقت الاسترس، وبالتالي الكاردياك اوتبوت هيفضل قليل زي ما هو. يبقى انا بعمل مجهود، العضل بيعمل مجهود، عايز دم اكتر، لكن الدم اللي هو محتاجه ده مش بيوصله. تاني حاجة كمان، القلب، الجسم بيعمل لما السمباثاتيك بيشتغل، المفروض ان السمباثاتيك عشان يرفع الضغط بيعمل ايه؟ بيعمل فازو كونستريكشن. فاللي هيحصل هو عبارة عن ان هيحصل ما يسمى بنارو هيموستاتيك كاباسيتي. يعني ايه؟ يعني مفيش توازن بيحصل، ان الكومبنسيشن اللي بيحصل وقت المجهود ما بقاش بيحصل. تاني حاجة هيحصل ما يسمى بالبوسترال هايبوتنشن. طب ده بيحصل ازاي؟ المفروض ان الشخص لما بيقف السمباثيتك بيشتغل يعمل فازو كونستريكشن، وده بيؤدي الى ان احنا نحافظ على الضغط، نحافظ على ان الدم ما ينزلش كله في الرجلين وقت الايه؟ ما الشخص يكون واقف. تمام، لكن الشخص ده اول ما يقف ايه اللي هيحصل؟ دم كله هينزل عشان ما حصلش فازو كونستريكشن، وبالتالي هيحصل له ايه؟ بوسترال هايبوتنشن.
وهو ده ال most common type of hypotension في ال old age. بس في الواقع هو اللي هو ال most common type of hypotension in old age, بس ال most common cause ليه مش السبب اللي احنا قلناه ده, هو ده احد الاسباب, بس كمان ال most common cause ان الناس دول بيبقوا ماشيين على ادوية ضغط, وادوية الضغط اصلا بتعمل vasodilatation, يعني بتعمل نفس الميكانيزم اللي قلنا عليه ده بالظبط, بس هي نفسها كادويه بتعمل vasodilatation, وبالتالي الشخص ده برضو اول ما يقف ايه اللي بيحصل, بيحصل له postural hypotension, وهي دي اشهر سبب بيعمل سينكوب في ال في ال old age, لان الشخص ده لو ما بيحصل له hypotension يعني الدم مش هيوصل الدماغ كويس. تمام. طيب يعني الانسيدنت دي ممكن نقراها كده. تمام. يعني في حته هنا بتقول لنا ازاي احنا لو عندنا واحد اولد ايج وعنده اثيروسكليروسس ومش باين عليه اي اعراض ليها علاقه بالاثيروسكليروسس, ازاي اقدر اشخصه, يعني اعمل له سكرينينج او اطمن عليه. في حاجه اسمها الكترون بيم سي تي. هذا السي تي هو زي السي تي العادي, بس هو سبيشال شويه ان احنا نبص بيه على الكورونريز, وممكن ابص عليها كده بص اشوف فيها كالسيفيكيشن, اشوف فيها اي ابنورماليتي, ممكن برضو اعمل كاروتيد, اعمل له الترا ساوند علشان اشوف لو الكاروتيد ده كان فيه يعني اي اثيروسكليروسيس, في اي تجلطات اي حاجه, ده هيخلي الشخص ده في ريسك انه يحصل له ستروك. تاني حاجة الانكل بريكل اندكس. الانكل بريكل اندكس ده عبارة عن ان انا بجيب بقيس الضغط فين, بقيس الضغط في البريكل ارتري يعني في الايد عادي, وبقيس الضغط في الانكل, وبحط الانكل على البريكل. المفروض نورمال يكون اكتر من واحد, لان نورمالي في اللور لمب البلاد بريشر اكتر من الابر لمب. تمام. طيب لو في اثيروسكليروسس هتلاقي ان هو اقل من الواحد, يبقى هو لو اقل من الواحد يبقى الشخص ده هيكون عنده اثيروسكليروسس. تمام. يعني كده احنا خلصنا ايه اللي بيحصل في الايجينج في الهارت. دلوقتي هنبدا بقى نتكلم في موضوع مواضيعنا المهمه. اول حاجه هنعمل مقدمه سريعه عن الاي سي جي. الاي سي جي بيترسم ازاي سريعا كده, مش هندخل في تفاصيل يعني قوي. بيترسم ازاي, اول حاجه ان انا عندي كذا ليدز بيتحطوا عشان يقيسوا الالكتريستي بتاعه الهارت. في ليدز موجوده هنا بالظبط, المفروض انه في الديبولاريزيشن لو كان الديبولاريزيشن في اتجاه الليد هتلاقي ان الويف بوزيتيف كده, ولو الديبولاريزيشن عكس الويف هتلاقي ان الويف نيجاتيف, والعكس في الريبولاريزيشن. يعني لو الريبولاريزيشن في اتجاه الليد هتلاقي ان الويف بقت نيجاتيف لو هي في اتجاه الليد, طب لو عكس الليد هتلاقيها بوزيتيف. تمام. طيب يبقى نيجي اول حاجه ان الاس اي نود بتعمل فايرنج. لما تعمل فايرنج هتبدا تعمل ايه, تعمل ديبولاريزيشن في الاتريومز. طيب ديبولاريزيشن ده في اتجاه الليد, وبالتالي هيتعمل ايه, هتعمل كده بوزيتيف ويف بنسميها بي ويف, يبقى دي عباره عن اتريال فايبريليشن. تمام. بعد كده لما تبقى كل الاتريوم, لما يكون مفيش اي فرق في الكهرباء في الاتريوم, يعني كل الاتريوم ديبولاريزد, كل الاتريومز ديبولارايز, كل السيلز بتاعته, هيعمل ايزو الكتريك لاين بالشكل ده. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل, اللي بيحصل ان ايه الاي في نود بيوصل لها الكهرباء وتبدا تعمل فايرنج. فالاي في نود تنقل, اول حاجه بتبدا تديبولارايز هو السبتم, والسبتم بيديبولارايز في الاتجاه ده, يعني بيديبولارايز عكس ايه اتجاه ال الليد, وبالتالي بيعمل حاجة اسمها الكيو ويف, بتبقى نيجاتيف ويف كده لتحت. تمام. بعد كده ايه اللي بيحصل, الفنتريكلز هي كمان هتبدأ تديبولارايز بالشكل ده من جوه لبرا, يبقى فين, في اتجاه الليد, وعشان في اتجاه الليد هتعمل بوزيتيف ويف بالشكل ده, يبقى ده فنتريكولار ديبولاريزيشن. وبعد كده ايه اللي هيحصل, اللي هيحصل ان البيز بتاع الهارت هيبدا يديبولارايز في الاتجاه ده كده, البيز بتاع الهارت هيبدا يديبولارايز, فهيعمل يبقى كيو ار اس
هتبقى برضو نيجاتيف لان دي بولاريزيشن في عكس اتجاه الليد. واخر حاجة هتحصل ان ايزو الكتريك لاين. ليه؟ لان هيكون كل الفنتريكل كل السيلز بتاعت الفنتريكل خلاص بقت دي بولاريزد فهيعمل ايزو الكتريك لاين. بعد كده هيحصل ايه؟ الفنتريكلز هتري بولارايز والري بولارايزيشن بتاع الفنتريكل هيكون في هيكون من جوه لبره. وبما ان الري بولارايزيشن من قصدي من بره لجوه ولان يعني عكس الدي بولارايزيشن وبما انه من بره لجوه ده هيخليه بما انه ري بولارايزيشن وعكس اتجاه الليد يبقى هيكون بوزيتيف ويف هنسميها تي ويف. تمام كده؟ تمام. يبقى ايه؟ يبقى نرجع تاني كده بسرعة نشوف. اول حاجة البي ويف يبقى الاتريال دي بولاريزيشن ايزو الكتريك لاين كل الاتريوم الاتريال سيلز كانت دي بولاريزد. بعد كده الكيو ويف السبتال دي بولاريزيشن الار ويف الفنتريكولار دي بولاريزيشن الاس ويف البيز دي بولاريزيشن الايزو الكتريك لاين كل الاتريوم الفنتريكلز كانت دي بولارايز والتي ويف فنتريكولر ايه ري بولارايزيشن. تمام. اخر حاجة هنتكلم عن سيجمنت كده. السيجمنت دي اللي هي عبارة عن ما بين الاس ويف والتي ويف في سيجمنت اسمها اس تي سيجمنت. وقلنا دي لما بيكون الفنتريكل كله كان ايه دي بولارايز بس هو ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي. تمام قوي. نيجي بقى ندخل نتكلم عن ما يسمى بالاسكيميك هارت ديزيز او الكوروناري سيندروم. احنا اول ما نسمع كلمة اسكيميك هارت ديزيز او الكوروناري سيندروم يبقى انا قصدي بيها حاجتين، قصدي بيها الانجينا وقصدي بيها المايوكارديال انفاركشن. لكن لو قلت اكيوت والانجينا دي في منها نوعين، نوع اسمه ستيبل انجينا او انجينا بيكتوريس ونوع اسمه انستيبل انجينا، وفي نوع نادر خالص اسمه فاريانت انجينا او البرانز ميتال انجينا. تمام. والمايوكارديال انفاركشن في منه نوع اسمه ستيمي في نوع اسمه نون ستيمي. ولو انا بقى سمعت عن حاجه اسمها اكيوت كورونري سيندروم او اكيوت اسكيميك هارت ديزيز يبقى انا مش يبقى انا قصدي حاجات معينه. ايه هي الحاجات المعينه؟ قصدي بيها المايوكارديال انفاركشن كله وقصد بيها الانستيبل انجينا. ليه بقى دول اكيوت بالذات؟ لان دول حاجات ايمرجنت، يعني الحاجات دي اول ما تيجي لشخص يبقى ايه هنتعامل معاهم على انهم حاجه ايمرجنسي وبسرعه لازم نلحق المريض قبل ما يموت. تمام. طيب نيجي نتكلم اول حاجه عن الانجينا بانواعها وكل حاجه تخصها. بيقول لك ان الانجينا هي الموست كومن بريزنتنج سيمبتومز اوف كورونري ارت ديزيز في تحصل في 80% من الالدرلي. ماشي. يعني قصدي يقول لك ان الانجينا هي اشهر حاجه ممكن تحصل يعني اكتر من ايه المايوكارديال انفاركشن. يعني ايه انجينا؟ انجينا او بنسميها الذبحه الصدريه. الذبحه الصدريه هي عباره عن ان الشخص ده ال كميه الدم اللي كان الكورونريز بيغذي بيها القلب كانت ايه لا خلينا نقول ان هي كميه الدم اللي الكورونريز بيغذي فيها القلب مش مكفياه. هي دي الذبحه الصدريه او الانجينا. تمام. فلما تكون مش مكفياه يبقى في مشكله، ولو في اي مشكله في الجسم لازم الجسم ينذرك. والانذار ده هيبقى عباره عن التشست بين، هيبقى عباره عن الايه التشست بين. تمام. تعال نشوف يعني ايه برضه. ايه هي الاسباب اللي تخلي اي حد يجيله انجينا؟ الاسباب هي عباره عن يا اما الشخص ده يقل عنده كميه البلد او الاكسجين اللي واصله القلب، يا اما ان في دم كتير قوي واصل القلب بس الدم ده الكواليتي بتاعته مش كويسه، يا اما ان القلب بقى محتاج دم اكتر من الدم اللي كان بيوصل له اصلا في الاول. طيب تعال نشوف ايه هي الاسباب برضو. لما يقل كميه الدم اللي واصله يبقى معناها ان الكورونريز فيها مشكله،
زي ان يكون فيها اثيروسكليروز وهو ده الموست كومن كوز، يكون فيها ارترايتس يعني يكون فيها التهابات، زي والالتهابات دي تهيل باي فايبروسس، زي حاجة اسمها بولي ارثرايتس نودوسا، دي بتبقى عبارة عن اوتو اميونيتي، بتعمل فاسكولايتس، بتتارجت يعني انتي بودي بتتارجت ايه الميديم سايز ارتريز زي الكورونريز كده، وسيستميك لوبس برضو من اشهر الحاجات اللي بتعمل فاسكولايتس او الكورونري، يحصل فيه كده منه لنفسه سبازم، وده هو بيعمل النوع اللي قلنا عليه فاريانت انجاينا، هنتكلم عنه كمان شوية، وممكن كمان يبقى فيه امبوليزم. تمام تمام او ممكن يكون سبب لو كاردياك اوتبوت، يعني ممكن يكون الـ اصلا القلب مش بيضخ دم كفايه فمش عارف يوصل دم لنفسه. تمام، زي ان يكون في اورتيك ستينوسس او يكون في ليفت سايد هارت فيلير. تمام، ممكن يكون بقى يكون في دم بيوصل لكل حاجه بس الدم ده اصلا مش اكسجينيتد، زي ان يكون الشخص عنده هايبوكسيا او ما فيهوش هيموجلوبين كفايه، زي ان يكون عنده انيميا، او بقى ان القلب بيوصله كمية الدم الطبيعية اللي بتوصله دايما لكن هو اصلا بقى محتاج اكتر، يبقى في عنده increase في الاكسجين demand، زي ان يكون تاكي كارديا، يبقى الايه الفانكشن بتاعته بقت اكتر وبالتالي محتاج دم اكتر، او ventricular hypertrophy. تمام، يبقى هي دي كل الاسباب اللي ممكن تعمل انجينا. طيب نيجي بقى نتكلم على الاعراض، ودي اهم حاجه تقريبا ممكن نتكلم فيها، الاعراض اللي بتبان على مريض الانجينا او الذبحه الصدريه. الاعراض اللي بتيجي ان الشخص ده بيجيله ريتروسترنال تشست بين في المنطقه اللي هو حاطط ايده عليها بالظبط، دي اسمها ريتروسترنال. تمام، المنطقة دي بيجيله فيها ايه؟ بيجيله فيها وجع، وهذا الوجع بيكون compressing او constricting. يعني ايه؟ يعني الشخص ده حاسس ان في حاجة بتضغط، في حاجة بتعصر تحت الاسترنم. تمام، ده الكلاسيك او الشائع انه يحصل. الشائع يجي لك واحد حاطط ايده على الاسترنم هيقول لك انا حاسس ان في حاجه بتعصر في الحته دي. تمام، والشائع برضو انه يقول لك ان هو او يمسك مثلا كتفه الشمال. تمام، بقى يرديت كمان على كتفه الشمال، يروح كمان على النك من الناحيه الشمال، على الجو، على التيث، كل الاماكن دي يروح عليها من ايه؟ من الناحيه الشمال. طيب والكلاسيك ان هو يقعد اقل من ربع ساعة، يبقى الذبحة الصدرية الكلاسيك فيها ان هي تقعد اقل من ربع ساعة، مش زي مثلا المايوكارديال انفاركشن اللي بيقعد بالساعات. less common بس بيحصل، ممكن نشوفه ان الشخص ده يجيلك يعني عنده وجع في السكابولار ريجن بس مثلا، او في الانفرا كلافيكولار ريجن مش عند الاسترنم، تحت الكلافيكل او في الابيجاستريك ريجن. وده يخلينا نقول ان لو في شخص مثلا جالك بوجع في المناطق دي تعمل له رسم قلب. تمام، تعمل له رسم قلب وتتاكد ان هو ما عندوش حاجه في القلب، لان ممكن يعني حاجه كده اتيبيكال ان الشخص يجيله الوجع في الاماكن دي. ممكن برضو يحس بحرقان، ممكن يحس بهيفنس، يحس بديسكمفورت، لكن يعني less common، مش اكتر حاجه بنشوفها. ممكن يراديت على الرايت شولدر الباك الابيجاستريك اريا. تمام، الديوريشن ممكن يكون اكتر من 15 منت بس مش هيقعد اورز برضو، يعني ممكن يكون مثلا نص ساعه او كده لكنه مش ايه مش هيقعد اورز ابدا. نيفر بقى ان يكون الوجع ليفت انفرا ماموري، ونيفر ان هو يكون وجع ايه وجع يعني يقدر يشاور عليه بصبعه، يعني وجع لوكالايزد في حته صغيره قوي، او ان هو يكون ستيتشنج او بريكنج زي الدبابيس كده، او ان هو يكون تحت الابيجاستري، ونيفر ان هو يكون سكندز يعني ثانيه واحده كده جاله راح، ولا ان هو يكون اورز لان هو مش بيطول زي مثلا المايوكارديال انفاركشن. تمام،
ف يعني طيب ليه نفر ان هو يكون الحاجات التانية دي؟ لان الحاجات التانية دي هي بتاعت امراض تانية، فهو يعني لو الاوجاع بس برضو يعني حتى لو هي نفر، لو لقيت اوجاع زي دي ممكن برضو نعمل ايه رسم قلب ونطمن ان مفيش حاجة في القلب، لان ممكن المريض يكون مش بيعرف يوصف كويس او كده. طيب نيجي بقى ايه عندك ال old age بقى بالذات، ايه اللي بيكون فيهم ال old age؟ بيقول لك ان الكلاسيك exertion angina may be difficult to obtain. يعني ايه؟ يعني المفروض ان الشخص بتاع الانجينا ده، الإزاحة الصدرية دي بتيجي للشخص امتى؟ لما يعمل مجهود. هو مش كل انواع الانجينا يعني، بس هو بيتكلم على النوع الانجينا بيكتروس اللي هي بتبقى الشخص ده عنده الدم اللي واصل للقلب قليل، تمام؟ لما يعمل مجهود يعني كم يكفيه هو قاعد، بس لما عمل مجهود الدم خلاص ما بقاش مكفيه، فيبدأ يحس بيه، يجيله ذبحة صدرية والوجع ده. يقول لك ان البيشنت بقى بتاع الاولد ايج مش بتبان عنده الحاجات دي. ليه مش بتبان عنده؟ لان هو اصلا عنده ليميتد اكتيفيتي، يعني مش بيمشي كتير عشان يبان عنده. ويقول لك بقى ان اشهر حاجة ممكن تبان عند المريض ده واكتر مانيفستيشن، مش هتكون الوجع ده، اكتر مانيفستيشن ممكن تظهر عنده ان هو لما بيعمل اي مجهود بسيط بيبقى عنده ضيق في التنفس ويبقى مش قادر ياخد نفسه. يبقى دي اكتر سيمتوم ممكن الاقيها في الاولد ايج اللي هي الديزنيا. تمام، حلو. ايه الاعراض التانية اللي ممكن يجي يشتكي منها مريض الانجينا او الذبحة الصدرية؟ ده هو ممكن يجي يشتكي بالاعراض دي بس، يعني مش شرط ان هو يجي يشتكي بالوجع. ممكن يجي يشتكي بالبيتيشن لان السمباثاتيك هيكون شغال، او ويكنس او ديزنس، يشتكي بدوخة بس. ممكن يشتكي لك يجي مثلا عرقان، تلاقيه مثلا في الشتاء وبيشر مية، ف او اندايجشن. واشهر حاجة بقى في الاولد ايج يجي يشتكي لك منها هي الديزنيا او النهجان، ان هو مثلا يمشي كده مسافة قصيرة تلاقيه ايه بينهج. يبقى كده احنا خلصنا تقريبا السيمتومز. ايه هي الساينز بقى؟ انت كمريض كدكتور يجي لك المريض تحط السماعه عليه تسمع شويه حاجات. ايه شويه الحاجات اللي ممكن تسمعها؟ شويه الحاجات اللي انت ممكن تسمعها هي كل ال هارت ساوندز اللي هم اس 1 واس 2 واس 3 واس 4 هتسمعهم، وهتسمع ابنورماليتيز فيهم. اس 1 هتلاقيه weak S1. ليه weak S1؟ لأن الميترال هيقل، هيضع الميترال بيتحكم فيه البابيلاري ماسلز. البابيلاري ماسلز دي هيحصل فيها transient dysfunction، لأن الدم اللي واصل ايه قليل، مش مكفيها كويس ان هي تشتغل، فده هيخليه يحصل transient mitral regurge، فهتسمع ايه faint heart sound. تاني حاجة S2 هتلاقي في حاجة اسمها reverse splitting of S2. ليه؟ لأن ال في جزء من الهارت هيبقى هيبقى ايه الكوندكشن فيه ضعيف، عشان برضو مش وصله كمية دم كفاية. المفروض يعني ان S2 ده هو عبارة عن قفلة مين ومين؟ قفلة الأورتيك والبالمونري. المفروض ان احنا نسمعهم صوت واحد لانهم الاثنين بيقفلوا في وقت واحد. ماذا لو ان واحد قفل بعد التاني؟ وقتها ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا هسمعهم صوتين. ف لو الشخص ده عنده ليفت باند برانش بلوك، يعني لقيت ان هي الدم مش وصلها كويس وحصل فيها بلوك، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الدم عشان ينضخ هياخد وقت، وبالتالي الاورطة هيتأخر على ما يقفل لانه مستني القلب يضخ الدم، تمام؟ البالمونري هيسبقه فهيقفل قبله، نسمع اول صوت. الاورطة هيقفل بعده، نسمع تاني صوت، فنسمعهم ايه صوتين. S4
S3 و S4 هنسمعهم. S3 هنسمعه ليه؟ لأن S3 هو early sign of heart failure، وبالتالي الشخص ده أصلا بيبقى داخل على heart failure لو احنا ملحقنهوش، فممكن تسمع S3 و S4 علشان S4 بتسمع لما الكمبلاينس بتاع الفنتركل بيقل، وليفت فنتركل كومبلاينس بتاعه هيقل عشان برضو مش واصله دم كفاية، فبالتالي هتسمع برضو S4. وقلنا كمان بيحصل ترانزينت ميترال ريجورج، وده هيخليك تسمع المرمر بتاع الميترال ريجورج. طبعا كل الكلام ده بتاع الأوسكي. طيب بيقول لك هنا بقى ايه، بيقول لك ان انت ما حدش هيلومك لو ما حطيتش السماعه على المريض عشان تسمع شويه الحاجات دي اللي انت اصلا مش تسمعها ومش تفهم فيها حاجه. تمام. طيب يقول لك يعني ان ال great significance of cardiac examination بس عشان تحسس المريض ايه، يعني تعمل شويه examination تقول له انت كويس. طيب ماشي، نيجي بقى نتكلم عن انواع الانجينا. انواعها عباره عن نوع بيحصل اكتر حاجه ممكن تحصل هي الستيبل انجينا او الانجينا بيكتوريس او الذبحه الصدريه اللي يعني اكتر واحده ممكن نسمع عنها، وعشان كده اسمها الكلاسيك انجينا او بنسميها كمان الافورت انجينا، وهنعرف ليه. تاني حاجه في نوع اسمه انستيبل انجينا. انستيبل انجينا هي مش اشهر من الستيبل انجينا، لكن لو احنا جينا نقارن الانستيبل انجينا ما بين الاولد ايج والادلتس هنلاقيها بتحصل اكتر في الاولد ايج عن الادلتس، لكن ستيل الستيبل انجينا بتحصل اكتر من الانستيبل انجينا في الاولد ايج. وفي فاريانت انجينا. طيب ايه الفرق ما بين الثلاثه دول؟ اول حاجه الستيبل انجينا او الانجينا بيكتوريس. الانجينا بيكتوريس ان الشخص ده عنده اثيروسكليروسس وعنده بليكس موجوده في الكرونريز، فالدم اصلا مش مكفي الهارت، بس الشخص طول ما هو قاعد مكفيه، يعني الشويه دول اللي واصلين له مكفيينه، يبقى عنده انكمبليت اوكلوجن. طيب ايه اللي هيحصل؟ الشخص ده مجرد ما يعمل اكسرسايز او مجرد ما يعمل مجهود هيبدا يحصل ايه بقى، الدم مش هيبقى مكفي الهارت لانه عمل مجهود زيادة عن كمية الدم اللي داخله، وبالتالي هيحصل ايه، هيحصل بقى الوجع والسيمتومز بتاعت الانجينا. تمام، اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية. بس الوجع ده هيقعد من دقيقتين لنص ساعة ويروح لوحده. تمام، او هيروح لو الشخص ارتاح بيروح، لو الشخص ارتاح بيروح، بيروح كمان لو ادينا للشخص ده نيتروجليسرايد. ومهم قوي النيتروجليسرايد ده ليه؟ لان النيتروجليسرايد هيقدر يفرق ما بين الانجينا الستيبل انجينا والايمرجنت انجينا او الاكيوت كورونري سيندروم. طيب ايه كمان وقلنا ان هي اسمها effort علشان ايه، علشان الشخص لما بيعمل مجهود بتبدأ تظهر عليه ولما بيرتاح بتقل. تاني حاجة القلب بيموت؟ لا، ده الشخص اصلا بيبقى عايش بيها، يعني بيبقى عايش بالانجينا دي، يعني عايش بانه في كمية دم قليلة مش واصلة، بس لما عمل مجهود اتوجع. فهي حاجة gradual، ومدام هي حاجة gradual فممكن القلب يقدر ان هو يتكيف معاها فما يموتش. تمام، وبالتالي مفيش نيكروسس بيحصل فيها، وعشان مفيش نيكروسس يبقى الهارت انزيمز مش هتطلع، وعشان الهارت انزيمز مش هتطلع يبقى نو تروبونين اليفيشن. ليه؟ لان التروبونين ده متخزن في السيلز بتاعه الهارت، وما دام السيلز لسه عايشه ولسه ما حصلهاش رابشر ولا اي حاجه يبقى التروبونين ده مش هيطلع. زي بالظبط الالت والاست بتاع الليفر، الليفر طول ما السيلز بتاعته طبيعيه الالت والاست ما بيطلعوش، لكن مجرد ما يحصل مشكله في السيلز بتاعته هيبدا يطلع ايه الالت والاست. اي نفس الفكره بالظبط. نيجي بقى على النوع التاني اللي بنسميه انستيبل انجين. هي تقريبا يعني ايه اللي بيحصل، ان البليكس دي بدل ما كانت بليكس طبيعيه لا ده بدات تكبر وحصل لها رابشر وبدات تكون فوقها ثرومبوسس فعملت اوكلوجن اكتر، وبالتالي
فبنسميها كريشندو انجينا او جروينج انجين. يعني ايه كريشندو؟ يعني بتكبر بقى، بقت ايه، بقت بقت البليكس دي بقت ايه، بقت اكبر، و يعني سابت يعني شويه صغيرين قوي. فبالتالي الشخص ده مش بس وقت الاكسرسايز ده مش مكفيه، ده هو قاعد الدم مش مكفيه، تمام؟ فما فيش اي ريليشن تو ريست، لا ده الشخص ده يجي قاعد واقف في اي وقت ممكن يجيله الوجع بتاعها، تمام؟ ممكن تجيله هو قاعد، تجيله هو واقف، مفيش اي ريليشن تو اكسرسايز اور ريست. تاني حاجة، ممكن تقعد فترة اطول من 30 دقيقة، يعني ممكن تقعد اكتر من النص ساعة دي، لكن يعني مش هتوصل برضو ان هي تبقى ايه اورز، لان قلنا الانجينا مش هتوصل الاورز. الاورز بيوصل لها مين؟ بيوصل لها الميوكارديال انفاركشن. برضو ما فيهاش نكروزز لسه، القلب برضو جرادوال وكده، فبالتالي قادر يتكيف، فما فيش تروبونين إليفيشن، لكنها عبارة عن مور اوكلوجن وبتكون مور سيفير، وبنسميها انستيبل انجينا. في حاجة بتحصل يعني شوية رير اسمها فاريانت انجينا او اسمها برانز ماتل انجينا. دي بتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان الكرونري بيحصل فيه سبازم و of unknown etiology، يعني مش السبب بتاعه مش معروف قوي، فبيحصل intense vasospasm، مفيش اي بليكس، او ممكن يكون في بليكس بس مش البليكس هي كانت السبب، السبازم هو اللي كان السبب. فهي دي يعني مش موضوعنا قوي، هو بس مجرد كلمة عنها كده. فلو احنا عايزين نعالجها هنستخدم ادويه بتعمل فازو دايلاتيشن زي النايتريت والكالسيوم تشانل بلوكرز، تمام؟ ماشي، نيجي بقى نكمل اللي فاضل. نيجي بقى نتكلم على الانفستيجيشنز. وايه الانفستيجيشنز اللي هنستخدمها؟ الانفستيجيشنز والتريتمنت يعني حاولوا تحفظوها كده وتركزوا فيها كويس، لان هي نفس الكلام، هنبدا نرجع يعني ايه، هنقول نفس الايتيمز دي في البايوكارديال انفاركشن، تمام؟ الانفستيجيشنز اول حاجه الاي سي جي او رسم القلب، دي اول حاجه. ممكن نعمل ايه كمان؟ ممكن نعمل حاجه اسمها ثيليوم سنتيجرافي، ممكن نعمل كورونري انجيوغرافي، ممكن نعمل كاردياك انزيمز اللي هو اللاب يعني، تمام؟ طيب اهم حاجتين كده بتعملوا الروتين ليه اكتر حاجه هم رسم القلب اللي هم الاي سي جي والكاردياك انزيمز. طيب تمام، الشخبطه دي نمسحها بقى عشان ايه ما ينفعش كده. تمام، الاي سي جي اول حاجه بالنسبه للانجينا، الشخص ده لو هو قاعد كده جالك بعد ما راحت من عنده، ما انا بقول لك بعد نص ساعه تلاقيها راحت، او لو اديته سابلينجوال نيتروجليسرايد اللي هو بيعمل فازو دايلاتيشن هتلاقيها راحت برضو. فبالتالي ايه، الشخص ده وهو قاعد كده جالك وهو طبيعي وهو ما عندوش حاجه، على الاغلب مش هتلاقي حاجه، يعني انت على الاغلب مش هتلاقي حاجه. طيب وقت الاتاك بقى ايه اللي بيحصل؟ وقت الاتاك اللي بيحصل ان الاس تي سيجمنت بيحصل لها ديبريشن، والتي ويف بتبقى انفيرتد. الاس تي سيجمنت هيحصل لها ديبريشن اكتر من 2 ملي، والمفروض المربع الصغير بيكون 1 ملي، فهي هتكون ايه، هتكون يعني اكتر من مربعين، ويكون موجود في اكتر من 1 ليد. هو احنا اتكلمنا عن ليد واحد بس هو اصلا في الحقيقه بيكون متركب على الشخص 12 ليد، وبيكونوا دول مرسومين فين؟ في الاي سي جي. فبالتالي لازم اشوف الظاهره دي في اكتر من 1 ليد. طيب يبقى، طب لو هو جالك اترست تعمل ايه؟ ايه الحل؟ الحل بقى انك تقول له تخليه يعمل اكسرسايز، يطلع على التريدميل، او تديله ماده تعمل اكسايتابيلتي الهارت، تمام؟ تمام، ايه اللي هتعمله حضرتك؟ هتخليه يعمل رياضه او تديله الماده دي لو كان هو شخص مثلا عاجز او شخص مش هيقدر يعمل رياضه، هتديله الماده دي، ماشي؟ لو الشخص ده وهو بيعمل الرياضه ظهرت عليه اعراض، يبقى هو عنده ايه، عنده انجينا. او الشخص ده حصل له ان البلاد بريشر وقع عنده، يبقى ايه، يبقى انجينا برضو. او لو الشخص ده عنده نفس الكلام ديبريشن في مين، في الاس تي سيجمنت او انفيرتد تي ويف برضو وقتها، بس اهم حاجه يعني اهم حاجه هي الديبريشن بتاع الاس تي سيجمنت.
وقتها ايه هتشخصوا ان هو عنده انجينا. طيب نيجي بقى على نيجي بقى على الرسمة. الرسمة اهي عندنا، احنا عندنا مثلا عندنا قلنا ايه، دول ليدز هما، ده ليد وده ليد وده ليد وده ليد، تمام. فاحنا شايفينها في كام؟ في تقريبا يعني الليدز دي كلها اهو، كل دول فيهم انفرجن للايه، لل هتلاقي كده هنلاقي ان الاس تي مايله كده بالشكل ده، والتي ويف انفرتد عامله شبه شكل حرف شبه الصح كده بالظبط. فهتلاقي دي مايله كده الاس تي وانفرجن للتي ويف اهي، في كذا ليد، كذا ليد عندي نفس الكلام. هنا ممكن هنا بقى يعني الانفرجن بس مفيش ايه، مفيش ديبريشن للاس تي، خلاص تمام. طيب الثيريوم سنتيجرافي ده زيه زي اي ماده مشعه، ممكن نحقنها ونبص على البلاد فيسلز عشان نشوف اذا كان فيها اثيروسكليروسس او حاجه سادة الايه الكروناري ولا لا. تاني حاجه ممكن نعملها هي تعتبر ديفينت تريتمنت بس مش بنعمله عشان هو حاجه انفيزيف، يعني اللي هو مين، اللي هو الكروناري انجيوغرافي. والكروناري انجيوغرافي ده قلنا ممكن ان احنا نعمله عشان نشخص بس مش بنعمله في العاده، يعني مش حاجه ايه مش بنعملها دايما. لكن ممكن لو انا قررت ان انا اعمل للشخص ده دعامه او اعمل له ترقيع وهنتكلم عنهم في الاخر، لازم طبعا اعمل كروناري انجيوغرافي عشان ايه، وادخل كاثيتر واتفرج على الكروناري عشان اقدر احدد هل ينفع ان انا اعمل له الدعامه دي وهركبها فين بالظبط وكده، تمام. الكاردياك انزيمز، ودي حاجه مهمه قوي، قلنا الكاردياك انزيمز والاي سي جي دول اهم حاجه تقريبا. الكاردياك انزيمز هيبقوا ايه، نورمال، ليه؟ ما عنديش نكروزز، ما عنديش سيلز ما عنديش سيلز ايه ميته، وبالتالي التروبونين هيبقى طبيعي. في كاردياك انزيمز تانية بس هو ده اهم واحد تقريبا، تمام. طيب ادي ده الانجيوغرافي. زي ما انتم شايفين هو هيدخلها يا اما من الفيمورال يا اما من الايد، وبعد كده هيبدا ايه يطلعها لحد ما توصل للكورونريز ويبدا يحقن فيها صبغه عشان يقدر يشوفها كويس. ولو لقى في حاجه مسدوده هيقرر بقى اذا كان هو محتاج يحط ستنت ولا لا. نيجي بعد كده نتكلم عن اخر حاجه في الانجينا وهي التريتمنت. طبعا هنعمل نون ميديكال تريتمنت وفي ميديكال تريتمنت وانترفنشنال تريتمنت. الميديكال تريتمنت يا اما حاجات اللي بتحصل وقت الاتاك لو هو جالي في الاتاك، يا اما ان بتوين الاتاكس. تاني حاجه الانترفنشنال تريتمنت البي تي سي اي والكابج، تمام. طيب اولا بالنسبه للنون ميديكال تريتمنت هو كلام بديهي، نخلي الشخص يعني يبقى يتحرك كتير ويعمل رياضة، يخس، يظبط السكر ويظبط الضغط، يظبط الدهون، كل حاجة يعني، تمام. طيب بعد كده نيجي بقى على الميديكال تريتمنت. اولا لو جالي الشخص اهو داخل عليا وحاطط ايده على الاسترنم وايه بيقول لك انا حاسس ان في حاجة بتعصر وكل الاعراض دي، هتعمل ايه اول حاجه كده؟ هو جايلك بالاعراض، هو جايلك في وقت الاتاك، هتديله سابلينجوال نايترو جليسرايد. سابلينجوال نايترو جليسرايد ده يعني اكتر حاجه بتستخدم. في حاجه تانية اسمها ايسوسوبرايد داي نايتريت،
ده برضو ممكن نستخدمه. دول فازو دايليتور. ليه انا بعمله؟ عشان الحق القلب بسرعه. انا خايف على قلبي يحصل له ايه، يعني يحصل له يتسد خالص او كده، فانا عايزه بسرعه ان انا الحقه واخفف عنه البين. عشان كده بعمل ايه، بديله النايتريتس دي، عشان دول نوعين من النايتريتس، علشان ايه، اوصل دم كفايه للقلب. تمام. طيب فالسابلينجوال النيتروجليسرايد بيبقى اسمه في السوق نيتروماك ريتارد. تمام، نيتروماك. والايسوسبرايد اسمه داينايترا. تمام، يبقى الداينايترا والنيتروماك دي اساميهم في السوق. تمام. طيب حضرتك اقصى عدد من التابلتس اللي ممكن تستخدمها من 2 لـ 3. لو انت بعد ما استخدمت الاتنين لتلاتة دول والشخص ده متحسنش، يبقى على طول لازم توديه المستشفى، وعلى طول لازم ايه نبدأ بقى نعمل معاه الخطوات بتاعة المايوكارديال انفاركشن، لان المفروض ان الانجينا بتتحسن مع النيتروجليسرايد. لو ما تحسنتش مع النيتروجليسرايد يبقى هتبقى ايه، في احتمالية كبيرة ان هي مايوكارديال انفاركشن مش انجينا، لان المايوكارديال انفاركشن مش بيتحسن مع ايه، مش بتحسن مع النيتروجليسرايد، لان الخلايا بتكون خلاص ماتت. تمام. فالنيتروجليسرايد من حاجات من الادويه بتستخدم في الدايجنوسس. طيب احنا كده قلنا ايه اللي بنعمله لو الشخص جاي لي وقت الاتاك، هتديله ايه، هتديله نيتروماك او هتديله داينايترو سابلينجوال. بعد كده بقى ايه الادويه بقى اللي انا بمشي عليها، بمشي المريض ده عليها بعد كده او between الاتاكس. هتديله بقى حاجه توسع الكورونريز يمشي عليها، وهتديله حاجه تقلل شغل القلب، وهتديله حاجه تمنع ان يحصل له جلطات في المستقبل، يعني كابروفلاكسس. تمام. فهتديله نفس النايتريتس بالظبط، يعملوا يقللوا الاحمال على القلب. وفي نفس الوقت هيعملوا الكورونري دايلاتيشن. هو النيتريتس بتعمل فينو دايلاتيشن. يعني ايه فينو دايلاتيشن؟ يعني الفينز اللي بترجع الدم على القلب هيحصل لها دايلاتيشن، ولما يحصل لها دايلاتيشن كمية الدم اللي هتروح هترجع على القلب هتقل. تمام. وبالتالي انا هقلل البريلود او الحمل اللي بيكون جاي على القلب، هقلله. فدي واحدة. تاني حاجة هوسع الكورونريز فهزود كمية الدم اللي بتغذي القلب، فدي فايدة النيتريت. بس المرة دي طبعا مش هتبقى سابلينجوال، المرة دي ايه، هتبقى اورال نيتروجليسرايد زي النيتروماك او الايه داينايترا، برضو يكون ايه اورال. اي حاجة بتعمل فازو دايلاتيشن بتعمل زي ما قلنا قبل كده اورثوستاتيك هايبوتنشن او بوسترال هايبوتنشن. كمان الفازو دايلاتيشن ده هيخلي الفاسلز اللي في الدماغ تدايليت، ولما تدايليت هيعمل ايه، هتعمل هيدك، يعني هتضغط على الدماغ وهتعمل هيدك. تاني حاجة ان ممكن يحصل سينكوب، قلنا لنفس السبب برضو فازو دايلاتيشن، كمية الدم المفروض الدم عشان يطلع لفوق كده محتاج فازو كونستراكشن. تمام. فلما يبقى فيه فازو دايلاتيشن ايه اللي هيحصل، الدم اللي بيروح للدماغ هيقل. بعد كده نيجي على قلنا هندي كمان حاجات تقلل مجهود القلب، تقلل شغل القلب، زي البيتا بلوكرز. البيتا بلوكرز دول يمنعوا السمبثاتيك افكت على القلب، وبالتالي هيقلل هارت وورك، هيقلل الكونتراكشن بتاع الهارت، هيقلل الاكسايتابيليتي بتاعه الهارت. تمام. فبالتالي الهارت مش هيعمل مجهود جامد، يعني يبقى محتاج دم كتير. اشهر ثلاثة بيستخدموا، يعني اثبتوا بالتجارب ان هما دول احسن ثلاثة بيتا بلوكرز بيستخدموا لناس اللي عندهم انجينا. واحد اسمه بيسوبرولول او الكونكور، والبروبنالول اللي هو الاندرال، والكارفيدولول او الكارديلول. دي الاسامي التجارية بتاعتهم يعني. تمام. تاني حاجة، لو في واحد عنده فازوسباستيك انجينا
مش هنديله بيتا بلوكر، هو ايه فايدته اصلا؟ انا الشخص ده انا محتاج ان انا اعمل له فازو دايلاتيشن، محتاج ان انا اعمل له فازو دايلاتيشن بس، وكل حاجه هترجع زي ما كانت، ملوش داعي ان انا اضعف القلب او ان انا ايه اقل مجهود القلب او كل الكلام ده. تمام. طيب بعد كده ممكن كمان اديله انتي بليتلتس. انتي بليتلتس يعني عشان امنع بروفيلاكسس، ان انا امنع ان يحصل تجلط بعد كده، زي الاسبرين والكلوبيدو جرال. والكلوبيدو جرال ده يعني لازم هيستخدم، يعني مش هستخدم الاسبرين لوحده، هستخدم الاسبرين وهستخدم الكلوبيدو جرال، هستخدم الاثنين. تمام. ايه كمان؟ كالسيوم تشانل بلوكرز، نفس الفكره بالظبط بتاعه البيتا بلوكرز، ان هي ايه هتقلل الورك بتاع الهارت، يعني هتقلل كونتراكشن بتاع الهارت، نيجاتيف انوتروبيك افكت، وبتعمل كمان في نفس الوقت ارتيريو دايليتيشن. الارتريز لما تحصل لها دايليتيشن زي الاورطة وكل اللي بعده ده، هيعمل ايه؟ هيقلل الافتر لود او الحمل اللي القلب بيزق في اتجاهه، وبالتالي برضو هيعمل ايه؟ هنقلل الاحمال على الهارت. وكمان الكالسيوم تشانل بلوكر بما انها بتعمل ارتيولار دايلاتيشن، فكمان بتعمل دايلاتيشن اكتر على الكورونريز اكتر كمان من النايتريتس، وبنستخدمها في الفاريانت. يبقى الاولى لو انا حابب استخدم حاجه للفاريانت، هستخدم حاجات بتعمل فازو دايلاتيشن لان هو عباره بس عن فازو سبازم، يبقى هستخدم ايه؟ الكالسيوم تشانل بلوكر وهستخدم النايتريت. تمام. طيب يبقى اول حاجه الادويه اللي انا هديها له، ممكن اديله داينايترا اللي هو نوع من انواع النايتريت، اديله اللي هو ليه الايسوسوبرايت داينايتريت، اهو ده الاسم، ده الاسم المفروض تحفظوه يعني بصراحه، وده هو الاسم التجاري. ممكن كمان اديله ايه نايتروماك، اللي هو ايه النايتروماك ده؟ اللي هو النايترو جليسرايد، اديله الحاجات دي اورال بقى بما انها هيمشي عليها على طول. اديله بيتا بلوكرز زي الكونكور، زي الاندرال، كده يعني اللي هما التلاتة اللي قلنا عليهم. ممكن كمان اديله، قلنا هنديله ايه؟ انتي بليتلتس. هو الادويه دي احنا هنكتبها كلها يعني، هو هياخدهم كلهم. بديله اسبرين وبديله ايه كلوبيدو جرال. كلوبيدو جرال ده يعني في منه اسم تجاري اسمه بلافكس، وفي اسامي تانية، وبلافكس ده اغلاهم يعني، بس في حاجات ارخص. وفي كمان ايه الاسبرين اللي هو اسمه ايه الاسبوسيد. والايزوبتين ده هو عبارة عن دواء اسمه فيرابامل هيدروكلورايد، ده بيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن كالسيوم تشانل بلوكر، ممكن برضو هنستخدم ده مع الادوية دي. خلاص. يبقى كده نرجع تاني، البيشن ده هنستخدم معاه ايه؟ اول ما يجيلي هديله سابلينجول نايتريتس، بعد كده اقول له اكتب له روشتة، اكتب له الروشتة بتاعتي، اقول له هتاخد النايتريتس اللي هو ممكن اكتب له نايتروماك، وده اكتر حاجه بتتكتب، او داينايترا. بعد كده كمان ممكن اكتب له ايه واحد من التلاتة دول، ماشي، احسن واحد فيهم تقريبا هو تالت واحد. بعد كده اكتب له ايه؟ اكتب له اسبرين ومعاه كلوبيدو جيرل، وبعد كده اللي هو اسبرين اسمه اسبوسيد وده اسمه بلافاكس. بعد كده هكتب له ايه؟ الايزوبتين او الكالسيوم تشانل بلوكر. تمام. دي الروشتة بتاعتي اللي انا اكتبها للمريض بتاع الانجاين عشان يمشي عليها. اخر حاجة بقى، اخر حاجة المريض ده لو هو الادوية مثلا يعني حالته كانت سيفير، كانت محتاجة تدخل جراحي، ممكن نستخدم معاه حاجة اسمها البي تي سي اي، ممكن نستخدم معاه حاجة اسمها ايه CABG. البي تي سي اي بيركوتينيوس ترانسليومينر كورونري انجيوبلاستي،
ندخل على الصورة على طول. هي بتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن كاثتر بتدخل، لو الكاثتر دي اللي هو الانجيوبلاست العادي، دخلنا بالكاثتر حقنا شفنا ايه اللي موجود، لقينا ان الموضوع يستدعي ان انا احط دعامة او ستنت، او ان انا مثلا اعمل بالون دايلاتيشن، احط البالون وانفخ واضغط على الاثيروما الموجودة، فهي دي، او ان انا ايه احط ستنت، كل ده بعمله والكاتتر لسه موجودة معايا جوه. خلاص. طيب ممكن كمان اعمل ايه؟ لا ده كده رزانة بقى. طيب ممكن اعمل ترقيع شرايين. ترقيع الشرايين ده اللي هو الكورونري ارتري باي باس جرافت، ده بيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا بجيب السافنس وباي باس الحتة اللي المفروض ان هي مسدودة. خلاص، باخد حتة من السافنس، انا لقيت ان الحتة دي مسدودة، الجزء ده مثلا مسدود اهو، تمام. رحت عملت ايه؟ رحت جايب السافنس معلقه في اليورطة، بعد كده رحت معدي الحتة المسدودة ورحت على حتة بعدها عشان اوصل لها على طول. هو ده اللي انا ممكن ايه اعمله. اكتر حاجة يعني اوف تشويس المفروض نعملها، هي المفروض بتتعمل اكتر، هي البي تي سي اي، لكن في حالات ممكن اعمل فيها ده لو ان اللفت مين فاسل، اما المفروض الكورونري ده بيطلع منه اتنين، واحد لفت واحد رايت، وبعد كده كل واحد فيهم يتفرع، فاللفت مين فاسل لو هو اللي فيه المشكلة لازم اعمل دي، او لو كان اكتر من ثلاثة فاسل، اكتر من ثلاثة فاسل افكتد برضو هعمل ايه الترقيع، لكن البي تي سي اي بعملها لو اقل، لو واحد او اتنين فاسلز وما كانوش الليفت مين فاسل. خلاص، يبقى اي حاجة ما عدا الليفت فين فاسل او انهم يكونوا اكتر من ثلاثة هعمل بي تي سي اي. ماشي، تمام كده احنا نكون خلصنا الانجينا كلها ان شاء الله، الحمد لله تعالى. المرة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن المايوكارديال انفاركشن. اتمنى ان انا كنت ضيفة خفيفة عليكم في المحاضرة دي، واتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوها كويس. شكرا ليكم.